انا ما كنعرفش السياسه وما عمري قريت السياسه وما عمري درت السياسه وما عمري حتكيت بالسياسيين. في هذا اليوم كنحس براسي فغير يعني فعلا يعني غير صبروا معايا وما تكرهونيش. دكتور جمال انا اللي غادي نقول دكتور جمال دكتور جمال وان كان الاطار السياسي نقاشنا اليوم نقاش مجتمعي مزيان حنا كنهضروا بحالنا بحالك مغاربه كنهضروا على واقعنا وانت من الناس اللي مهتمين بالشان العام ديال المغاربه في تجليات متعدده هذه وحده منهم. اليوم بغينا حتى حنا نسمعوا رايك وتسمع الناس اللي متبعينا وبالمناسبه رابط هذا الندوه غادي تلقاوه في الصفحه الرسميه لحزب الحركه الشعبيه الا بغيتوا تنشروا وتساهموا في نشر الافكار اللي غادي تطرح اليوم. مرة أخرى دكتور جمال تفاعلا مع ما قاله السي إدريس تصورات ولا عرفتي يا سي جمال عرفتي قلبك الله يفتح لك باب الخير. إذا هو فعلا أولا أنا مسرور جدا أنني نكون اليوم معكم السي محمد أوزين تيهضر معايا بحال كنعرفو هادي 30 عام أنا عمري هضرت معاه واللسان عنده لوك 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 كيطير قلت له تنصا لكن ما عرفتش كيفاش دار لي جابني انا اليوم سبت لحد ما كنخدمش ما كنتحركش ما كنخرجش جابني عليك الزيت. اذا لا هو فعلا اولا انا مسرور جدا انني نكون اليوم معكم السي محمد اوزين تيهضر معايا بحال كنعرفو هادي 30 عام انا عمري هضرت معاه واللسان عنده لوك 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 كيطير قلت له تنصا ما عرفتش كيفاش دار لي جابني انا اليوم سبت لحد ما كنخدمش ما كنتحركش ما كنخرجش جابني عليك الزيت. اكيد المساله اللي كتعلق بالمحروقات العلاقه السببيه واضحه ومباشره وكانت الحكومه عندها جرأة باش تحيد الضريبه شنو غيوقع كاع الا تحرنا هذيك الضريبه ديال البنزين لمده سنه يلا نديرو لها التقييم ديالها ونقيموها مع 100 مليار اللي عطينا ديال المخطط الاخضر وال 5 مليار اللي عطينا الاعانه شحال غادي نصرفو. سي ازالي انت اللي عندك صوابق في الارقام عندك فكره لا صوابق ايجابيه غتكون عندك فكره ما نوصلوش هاد الارقام نوصلو 105 مليار ما نوصلوش ليها قصاد مليار. انا عاد غنجي لهذا الشيء ديال الراس وديال الضريبه. إن ما درناهاش. وكانت هذه غادي تكون عندها علاقة مباشرة أولاً على النفسية ديال المواطن. اليوم اللي كنعالجوا نفسية أكثر. علاش؟ حيت المغربي صبور. المغربي صبور. خصو كلمة طيبة، اهتمام به، الصدق في الكلام معاه، ما تعطيهش، تخليه بالجوع. كاينش مشكل. يتضامن معاك، والله تيتضامن معاك. واللي عنده يعطيه لك. واللي عنده قليل يقسمه معاك عطيه غير كلمه طيبه ويحس بك صادق. شنو اللي كيزيد يزيد طين البله هي ما فهمتش علاش اعضاء الحكومه بحكومتها عاطينا بالظهر وهربا للقدام واش هربا للور وهربا للقدام. قال لنا سيرونا كثيرهم وسيروهم الى الوراء يسيرون قالك زماننا كاهله وأهله كما ترى يسيرون بسيره وسيرهم إلى الوراء. القبض سيد المجلس والليث جالس وراء. يعني صعود لي وجه الناس المواطنين أنا نبغيهم يقولوا لي أنت راه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رحنا تقرنا رحنا جينا في واحد الحكومة في واحد الظرفية عالمية استثنائية وعندنا عامين ديال الجائحه وعندنا وعندهم نعاونهم انا في الاسباب وقلنا راه الغالب الله ولكن حنا غادي نديرو جهدنا ويلقى استرسال في التدخلات وفي التواصل وفي اللقاءات باش نوصل للمغربي الازمه اللي انا كنعيشها انا كحكومه باش يمكن لي نسير الشان العام. واحد جوج ملي كنطلبوا منهم يتواصلوا نادوا يتواصلوا لحسن حتى ان عندنا داك الناطق الرسمي بالحكومه خصو يخرج من جهه الحكومه خصو يدير داك البركه. انا ما فهمتش بعدا كيفاش الناطق باسم الحكومه تيخرج فرحان في داك خصو يخرج عرفان خصو يخرج متحتح كيخرج فرحان اسئله بسيطه اون كاريزون سونس دو بوان اللي بيني وي وي سون نومبرو وغادي نقول عام زين لا خصو يعرف
خص الاسئله الحقيقيه وخص الاجتهاد المسوف الصحافه باش يحرجوا بالاسئله الحقيقيه اللي كيعيش المواطن. وحنا كنبقاو غير غاديين في داكشي تو فاريان والاسئله بسيطه اللي هو تيجاوبو مرتاح. ولكن جا في اخر خرجه ديالو يتواصلوا معنا قولوا لنا شنو درتو الازمه الغلاء شنو درتو. خرجنا باللجان المحليه وداز على 45 الف تاجر. شكون هو التاجر اللي مشى لعندك؟ مول الحانوت. واش مول الحانوت فيدين شي حاجه في هادشي هذا؟ مول الحانوت كتوصلوا ما تيشا ب 9 دراهم، علاش ما يبيعش ب 10 دراهم؟ شنو بغيتي من مول الحانوت؟ خمسه واش؟ واحد جوج ويتباهى بارقامي ويقول اننا حررنا 2200 و 2400 محضر مخالفه واتلفنا مئات الاطنان من الحلويات واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والخضروات والتوابل. هادشي هذاك ما تحررش كنا ناكلوه كنفكرش هادشي والسنوات اللي قبل والشهور اللي قبل كنا كناكلوه حيت ما عاد خرجوا تشتغلوا ولقاو هادشي كله. هذا عطاه باب هذاك الناطق الرسمي بالحكومه باسم الحكومه عطاه باب لاي مواطن وقع له تسمم غذائي باش دابا يدعي الحكومه مباشره على سببيه ثابته في المسؤوليه التقصيريه. لقد انا اصبت بضرر بسبب تقاعسكم وتقصيركم. ها هو الرئيس المنطوق الناطق بالرسم باسم الحكومه هو تيقولها عاد نهضوا اشتغلوا يعني اللي كانوا ما كيشتغلوش هادشي كله حنا كنا معرضين ليه. اذا حرت انا بعدا شخصيا حرت ملي كنطلبوا التواصل ما كاينش تواصل سكات وملي نوضوا يتواصلوا يزبلوها واش ما عندوش مستشارين. اذا وصلت لواحد الاستنتاج بسيط جدا وانا تنقول انا في قلب مني كنبكي في قلب مني وانا فوقاش الاحزاب السياسيه ملي ما تكونش عندهم الاطر والكفاءات باش يساهموا في الحكومه فوقاش غادي يقدروا يقولوا ما عندنا ما نعطيكم حنا الحكومه. سي جمال ما عندناش اطر. شكرا شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.